نعم نعم للتاريخ استاذ. الوطني. نعم. فالمصفوفة الأحادية هي عبارة عن مجموعة من المواقع المتجاورة في الذاكرة تحمل بيانات مختلفة لكن تكون من نفس النوع. لماذا تم اختراع أو لماذا تم إيجاد المصفوفة أصلا؟ يعني لنتخيل أنه لدينا درجات حرارة لشهر كامل لكل يوم درجة، فراح يكون عندي 30 درجة، بدل ما أجي أعرف مثلا 30 متغير من ديجري 1 ديجري 2 ديجري 3 إلى ديجري 30، فأنا راح أعرف مصفوفة متغير من نوع مصفوفة، وهذه المصفوفة يكون لها بعد في الذاكرة، وكل عنصر من هذه العناصر في المصفوفة يمكن الوصول له من خلال الإندكس أو التسلسل. يعني تسلسل العنصر في المصفوفة يطلق عليه كلمة إندكس. مع العلم أنه المصفوفات في لغة سي شارب تبدأ من التسلسل 0 وتنتهي بالتسلسل N-1، على اعتبار أنه المصفوفة كان حجمها N من المواقع، فالعنصر الأول يكون الإندكس له 0 والعنصر الأخير يكون تسلسله N-1. قلنا ملاحظة مهمة أنه البيانات كلها تكون من نفس النوع. يعني شلون؟ يعني مثلا إذا كانت المصفوفة من نوع انتجر، يعني كل العناصر تكون من نوع انتجر. إذا كانت المصفوفة من نوع دبل، كل العناصر تكون من نوع دبل، وهكذا. ممكن أن يكون لدينا قائمة أسماء، مثلا مصفوفة من الأسماء، مثلا أسماء الشعبة اللي أنتم بيها، نوع ممكن سترينجز. نعم في هذه الحالة يكون لدينا مصفوفة من نوع string، وكل المواقع تكون من نوع string. فراح نجي اليوم إن شاء الله راح نحل بعض الأسئلة على موضوع المصفوفات الأحادية حتى نفهم الموضوع بشكل أوضح. خلينا ناخذ السؤال الأول. السؤال الأول أمامكم يقول: المطلوب كتابة برنامج بلغة سي شارب لقراءة مصفوفة من نوع انتجر حجمها n. المطلوب تكوين مصفوفتين من هذه المصفوفة، مصفوفة تسمى odd ومصفوفة تسمى even. الodd تحوي على الأعداد الفردية والeven تحوي على الأعداد الزوجية من المصفوفة الأصلية. خلينا نجي نسخ السؤال هوني. فإذا المطلوب من عندنا كتابة برنامج بلغة سي شارب لقراءة مصفوفة أحادية البعد من نوع انتجر حجمها n. أكو نقطة مهمة، من يقول بالسؤال حجمها n يعني حجمها متغير، يعني لا نثبت الحجم لا نثبت الحجم بالبرنامج. حتى يكون البرنامج عام، يكون جنرال، ايش نعمل؟ نعمل ال n متغير من نوع انتجر، نعرفها n من نوع انتجر، ونجي نقراها من الكيبورد حتى البرنامج يشتغل على اي حجم للمصفوفه. فنجي ايضا نقراها باستخدام الكونسول، وطبعا اعتيادي كما تعرفون يحتاج لا الى تغيير، لانه هي تجي من نوع سترينج، فنحاول نحولها الى انتجر. فهذا المطلوب الاول، انه قرينا حجم المصفوفه من الكيبورد اللي هو ال n. بس ايش يحتاج؟ يحتاج انه نجي نعرف المصفوفه ونحجز له موقع بالذاكره، وحجمه موجود عندنا اللي هو ال n. فراح نجي نقول انتجر array، هذا الأقواس المربعة الفارغة يعني تعني array، راح نسميها مثلا AR1 تساوي new integer، ثم بعد ذلك الحجم. الحجم منه؟ الحجم هو n. هذه هي طريقة تعريف المصفوفة مثل ما تذكرون بالمحاضرة الأولى. أول شيء النوع، ثم قوس مربع، ثم اسم المصفوفة، ثم يساوي new النوع مرة أخرى،
ثم الحجم داخل قوس مربع. واضحة هذه؟ طيب هسه احنا راح نجي بقى ننفذ المطلوب الاول اللي هو قراءة المصفوفة من الكيبورد. عشان نجي نقرأ المصفوفة اعتيادي راح نحتاج الى لوب، لانه هذه فائدة المصفوفة، انه اقدر امر على كل العناصر من خلال اللوب، كأنه انا بتعامل مع عنصر واحد، لكن انا اخلي التعامل هذا يكون داخل لوب. ايش راح يصير؟ راح امر على كل العناصر بنفس الطريقة. integer i equals 0 i اقل من ال n i increment. begin و end اخليه. ليش ال i بديناها من الزيرو؟ لانه الاندكس للمصفوفة يبدأ من الزيرو. فايش نجي نقول اي ار 1، مثل ما كنا نقرأ اي متغير من الكيبورد بنفس الطريقة نقرأ المصفوفة من الكيبورد ايضا. بس هون ايش راح يفرق عندنا؟ راح يفرق عندنا انه راح نخلي الاندكس، يعني مثل اذا تلاحظون هون بالاعلى، اذا هذه كانت قراءة الان، هذا متغير اعتيادي، متغير بسيط ما مركب. المتغيرات المركبة مثلا هذا اللي من نوع مصفوفة يحتاج إلى إندكس، فنحن نحدد الإندكس له، ثم بعد ذلك بنفس الطريقة اللي هي convert dot to integer 32 داخلها طبعا الكونسول dot read line. قصة هذا اللوب ايش استفادينا من عنده؟ هذا اللي مظلل باللون الاخضر، هذا استفادينا من عنده انه قرينا جميع عناصر المصفوفة زيادة القيمة. نعم، فقرينا عناصر المصفوفة من الكيبورد. اول مرة راح تكون الاي قيمته صفر، فراح يقرأ العنصر الاول، بعدين يرجع يزيد الاي راح يصير الاي ار اوف واحد، يقرأ العنصر الثاني وهكذا الى العنصر الاخير. زين، هسه نحن قرينا المصفوفة من الكيبورد وخزنت بالاي ار 1. نرجع للسؤال، السؤال يقول مطلوب تكوين مصفوفتين، وحدة اسمها اود وحدة اسمها ايفن. الاود تحوي على الاعداد الفردية والايفن تحوي على الاعداد الزوجية من المصفوفة الاصلية. زين، نحن معناها لازم نيجي نعرف مصفوفتين، وحدة اسمها اود وحدة اسمها ايفن. وانتم تعرفون من نجي نعرف مصفوفة لازم نعطيه الحجم، مثل ما عملنا مع الـ AR1 هوني، تمام؟ فنحن حاليا ما نعرف عدد الأعداد الفردية وعدد الأعداد الزوجية بالمصفوفة الأصلية، ولهذا ايش راح نجي نعمل؟ نعرف متغيرات نسميها مثلا odd size، نعطينه قيمة صفر، هذا لعدد الأعداد الفردية، وهذا نعمل واحد لأخ أيضا نسمينه even size، نعطينه قيمة صفر، قيمة ابتدائية صفر، ونجي بالقراءة أثناء قراءة المصفوفة نجي نشيك أو نفحص العنصر اللي تم قراءته، إذا كان فردي نزيد عدد الفردي، إذا كان زوجي نزيد عدد الزوجي. تمام؟ فنجي نقول هوني AR1 of I، إذا كان تعرفون عملية فحص الفردي والزوجي من خلال المود، مود 2 إذا كان يساوي صفر، شو جاي أعمل؟ أزيد عداد الزوجي، معناته هذا even، أقول even size زيده بمقدار واحد، وإلا الـ else مالته خليه begin و end. زيد عداد الاود increment. طب هذا اللوب نحن ايش استفادينا بهالحاله؟ استفادينا نقطتين، النقطه الاولى انه قرينا
العناصر المصفوفة الأحادية وعرفنا كم عنصر زوجي بيناتهم وكم عنصر فردي بيناتهم. ايش راح نستفاد من هذول؟ هذول الايفن سايز والاود سايز راح نستفاد من عندهم انه نحجز مصفوفات بقدر المطلوب. فنجي هوني نعرف مصفوفة أحادية نسميها even حسب ما هو قال بالسؤال. new من نوع integer طبعا. الحجم مالته أشقد والحجم مالته هو even size. نفس الكلام ينطبق على المصفوفة الثانية اللي هي راح نسميها odd. حتكون أيضا من نوع integer لكن الحجم مالته راح يكون بقدر الـ odd size. فنحن هوني عرفنا المصفوفتين الـ even والـ odd حجزنا لهم بقدر عدد الأعداد الزوجية بالنسبة للمصفوفة الزوجية وعدد الأعداد الفردية بالنسبة للمصفوفة الفردية. هسه يحتاج أنه نجي نعزل العناصر من المصفوفة الأصلية وإذا كان العدد زوجي نخلينه بالمصفوفة الإيفن وإذا كان العدد فردي نخلينه بمصفوفة الأود. فأيضا راح نحتاج نفس اللوب هذا راح أجي أنسخه هوني. ملاحظة مهمة طلاب معاي انتم؟ نعم دكتور. نعم دكتور. اكو استاذ معك. اكو سؤال لهذا الحد؟ طيب استاذ سنت نعم. دخلت انتجر ايفن نيو عرفت الاودد والايفن. طيب نعم. انت ما عرفتها بالبداية وساويتهم صفر بدل ما نسوي صفر عادي نقدر نخلي ندخل القيم يعني ايفن سيز واودد سيز. لا نحن هوني انا ليش عرفتوهم هوني؟ لانه انتظرت اول شيء اعرف العدد الاعداد الفرديه وعدد الاعداد الزوجيه وبعدين جيت وحجزتو لهم مواقع بالذاكره بعدين جينا عرفناهم هوني لانه هون نحن ما كنا نعرف كم عدد زوجي وكم عدد فردي موجود بالمصفوفه الاصليه. يعني طيب يعني ما نقدر نخلي مثلا اعداد يعني من الواحد من الصفر للمية مثلا او من الصفر للخمسين كاعداد زوجيه وفرديه ونختار يعني حسب ما المدخل. ايه ما نحن عشنا البرمجه حتى تكون كفوءه لازم انت تحجز بقدر الحاجه. يعني احنا انا كان ممكن هذول المصفوفتين الاود والايفن اعرفهم بالبدايه واحجز لهم ان بقدر بقدر المصفوفه الاصليه. لكن تمام عشتي لك ايه لكن اشنو نحن يجوز المصفوفه الاصليه بها 100 عنصر يجوز 70 زوجي و30 فردي. فانا علش اجي احجز لهم 100 ب 100؟ انا راح احجز لهم 71 و31. نعم اكو سؤال بعد؟ تمام قبل ما اكمل يعني صار عندنا ثلاث مصفوفات. نعم بالضبط صار عندنا ثلاث مصفوفات حاليا. شكرا اهلا. فهسه ايش راح نجي؟ قلنا نجي نفحص المصفوفه الاصليه من يجيني عنصر عدد زوجي يعني اخلينه مصفوفه الاعداد الزوجيه. زين هون سؤال يطرح نفسه ما راح نحتاج عداد للمصفوفه الزوجيه وعداد للمصفوفه الفرديه؟ اي اكيد استاذ يعني لازم نحتاج عداد حتى يعدون نعم. الاعداد الفرديه والاعداد الزوجيه ويعدلها كل واحده على حد. نعم فبالبدايه راح نصفر عداديا واحنا نسمينه ايفن كاونتر واعطينه قيمه صفر الاخر نسمينه اود كاونتر واعطينه ايضا قيمه صفر قيمه ابتدائيه حتى اشنو؟ حتى ابدي اخزن من الاندكس صفر. نجي هوني نفحص ال ar1 of i اذا كان mod 2 يساوي صفر فمعناها اشنو هذا؟ معناها العدد زوجي. فوين صار اخلينه؟ بايما مصفوفه؟ اخلينه بمصفوفه الايفن
الايفن ستار. نعم اسمه ايفن اوف ايش الاندكس مالته منه؟ الاندكس مالته هو ايفن كاونتر. يساوي العنصر هو ال AR1 of I العنصر الحالي. وش يحتاج أعمل هوني؟ أش أزيد؟ ال Even Counter. نعم أزيد ال Even Counter هوني حتى بالموقع حتى بالمرة الجاية يخزن بالموقع التالي. هاي في حالة ال If، في حالة الزوجي، في حالة الفردي اللي هي ال Else نفس الكلام السابق ولكن على مصفوفة الأعداد الفردية. الاود اوف اود كاونتر يساوي ال AR1 اوف I. AR1 اوف I وش زيد ايه مع الداد؟ even even لا اود كاونتر الاود كاونتر زيده. مش هيطلع احمر. فهسه ايش عملنا؟ قرينا الاعدادات لل قرينا ال n من الكيبورد، حجزنا مصفوفه بقدر ال n بالحجم n يعني. قرينا المصفوفة بالكامل من الكيبورد وعرفنا أيضا كم عدد فردي وكم عدد زوجي تحوي هذه المصفوفة. استفدنا من هذول الأعداد، جينا حجزنا مصفوفة للإيفن وحجزنا مصفوفة للأود عرفناها. بعدين جينا قمنا بعملية العزل. عملية العزل شلون كانت؟ عملنا لوب خارجية من الصفر إلى الN. داخل اللوب اشكو اكو if statement بسيطة تجي اذا كان العدد اذا كان العنصر بالمصفوفة AR1 mod 2 يساوي صفر، يعني اذا كان زوجي خلينه مصفوفة الـ even وإلا خلينه مصفوفة الـ odd. زين اشون خلينه مصفوفة الـ even؟ نقول even of even counter عداد مصفوفة الـ even نخلي منه بها نخلي بها المصفوفة AR1 يعني AR1 of I العنصر الحالي، وطبعا زيد الكاونتر مال الايفن. كذلك الحال بالنسبة للأود، إذا كان فردي راح أخلي الـ AR1 of I بالأود مصفوفة الأود وزيد الأود كاونتر. زين هسه ايش نحتاج؟ هو الشغل كمل، لكن خلي نتأكد من الشغل. نجي نطبع المصفوفات بعد بعد العزل، فراح نجي نعرف متغير وليكن i equals 0 i اقل من ال even size ال i increment. راح اجي اطبع مصفوفة ال even، راح اطبعها على نفس السطر بالكونسول دوت رايت، راح اطبعها على نفس السطر even of i واطبع بيناتهم فراغات بقدر تاب حتى شنو حتى اشوفهم على نفس السطر حتى لا ينمزجون. بعدين اجي اطبع مصفوفة الاود بنفس الطريقة equal 0 i اقل من الاود size والآي إنكريمنت، وطبعا أطبع بالكونسول بنفس الطريقة بالرايت مصفوفة الأود أوف آي زائدا تاب حتى شنو حتى يطبع لي فراغات. تمام هسا انتهينا. هاي المصفوفة مصفوفة الأعداد الزوجية وهاي مصفوفة الأعداد الفردية طبعناها. خلي نجي ننفذ البرنامج ونشوف إذا كان الشغل صحيح. طبعا بالبداية هو راح يطالبني بإدخال الـ N اللي هي حجم المصفوفة. أنا راح أعطينه خمس عناصر، ستة راح نعتبر حجم المصفوفة للسهولة.
راح أدخل العناصر التالية 11 22 33 44 55 اللي بس نجي هوني نطبع كلمة بس نعرف شو راح نطبع اسم المصفوف أستاذ؟ نعم printing even numbers وهوني هوني راح نقول printing odd numbers هوني أقول إيش الشكل بس نعيد التنفيذ قلنا خلي تكون خمس مواقع 11 22 33 44 55 فجينا هوني printing ال even numbers أعطاني ال 22 وال 44 وال odd numbers منه ال 11 وال 33 وال 55 واضحة هذه؟ واضحة دكتور عاشتيلة هذا كان المثال الأول اللي هو قراءة مصفوفة وحديث البعد من نوع انتجر من الكيبورد حجمه N ومطلوب تكوين مصفوفتين من هذه المصفوفة الأصلية واحدة للأعداد الفردية وواحدة للأعداد الزوجية هذا كان السؤال الأول هسه نجي دكتور بس إذا بها مجال تبعث لنا الكود هذا يعني ملف بي دي اف الكود تريدون؟ إيه والله هذا الكود على مود حتى نشوفه نجربه يمنا ما مشكلة حتى إذا غير على المصفوفة بي وغير على الكود سنجي إلى السؤال الثاني السؤال الثاني يقول أو المثال الثاني المطلوب كتابة برنامج باللغة سي شارب لقراءة مصفوفة من نوع دبل اسمه M1 وحجمها N المطلوب أنه البرنامج يكون مصفوفة أخرى اسمها M2 تحوي العناصر المقربة من المصفوفة M1 من المصفوفة الأولى والمقصود هون بالمقربة يعني التقريب الرياضي انتم تعرفون انت من التقريب الرياضي لما يكون لما يكون الرقم فوق النص يتقرب الى العدد الصحيح التالي ومن يكون من يكون جوا النصف يتقرب الى العدد الصحيح السابق تمام معي يا طلاب نعم دكتور معك فهسه راح نجي على المطالب بتسلسل اول شيء راح نجي نعرف مصفوفه اول شيء نجي نعرف الان مثل ما عملنا قبل شويه ونقرانه من الكيبورد وطبعا خلينا داخل الكونفرت قرينا الحجم من الكيبورد اللي هو الان هسه نجي نعرف المصفوفه المصفوفه من نوع دبل نجي هون نقول دبل الري اسمه M1 حسب السؤال نيو دبل والحجم هو n تمام هسه عرفنا المصفوفه حجزنا لها مواقع بالذاكره بقدر n بالحجم n هسه نجي نقراها بقى من الكيبورد بنفس الطريقه اللي قرينا بها قبل شويه نعم المصفوفه السابقه دكتور هذا الشرط العام يعني خلينا نقول اي ما شرط قصدك ها
هذا الفور انتجر اي يساوي صفر. نعم هذا اللوب من الصفر الى ان. تمام. فهسه نجي المصفوفة اللي اسمها ام 1 نقراها باستخدام الريد لاين، بس تعرفون انتم بما انه مصفوفة لازم احدد الاندكس، والاندكس هون متغير راح يكون الاي. فايضا راح تحتاج الى كونفرت دوت تو دبل بهذه الحالة لانه هي من نوع دبل، وكونسول دوت ريد لاين. تمام زين. السؤال اللي يطرح نفسه المصفوفة M2 ايش قد تقولون الحجم مالته راح يكون؟ انتجر ايش قد؟ هو استاذ انتجر يعني حسب المدخل، حسب يعني حسب مدخلك انت يعني قد تدخل ان يعني ان زين. هسه احنا قلنا بانه المصفوفة M1 هي حجمها n تحوي على n من العناصر اللي من نوع دبل، والمصفوفة m2 هي نفس المصفوفة الأصلية لكن بس العناصر بها تم تقريبها. يعني ايش قد حجمها؟ يعني نصها. لا نصها استاذ. لا 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 ما هو انت عندك ذات connection the rounded element of the first array. ايه يعني ممكن تكون العناصر الأولى. لا لا بس اسمحوا لي هسه، إذا نحن عندنا مثلا تمام. خمس عناصر، مصفوفة الأولى تحوي على خمس عناصر 1.1 2.2 3.3 4.4 و5.5. المصفوفة الثانية المفروض تكون نفس الحجم بس العناصر اللي بيها البيانات اللي بيها كانت قربت، يعني نعم يعني نعم ايضا راح تكون يعني خمس تكون عناصر ايضا راح تكون خمس عناصر لكن يعني ما راح تكون كسريه. لا ما راح تكون كسريه بهذه الحاله، راح نعرف يعني انتجر. يعني راح تكون انتجر. نعم راح تكون نوع انتجر لان انت ايه. استخدمت داله ايه. الكونفرت. اي انا ما طبعا. انا ما سالتوكم على عن النوع، سالتوكم عن الحجم. يعني هسه المصفوفه ام 2 ايش قد راح يكون حجمها؟ يعني هي خمس عناصر راح تكون خمس أيه. عناصر لكن العنصر الواحد يكون قد يكون يعني رقم واحد رقم صحيح ما راح يكون النوع دبل كسري. زين هسه المصفوفة الأولى ايش قد حجمها هوني حسب السؤال هوني؟ N N N. المصفوفة الثانية ايش قد لازم يكون حجمها؟ N أيضا N N. فراح نعرفها من نوع انتجر لأنه راح تتقرب M2 تمام يساوي نيو انتجر والحجم مالته هو n. استاذ هو التقريب يعني التقريب راح يخص العنصر نفسه ما راح يخص ايه. عدد العناصر. نعم البيانات نفسها. تمام. فايش راح نستخدم في عملية التقريب؟ راح نستخدم نفس الدالة اللي استخدمناها هون هذه اللي هي الكونفرت تو انتجر 32. هذه الدالة يعني بها فائدتين، الفائدة انه تحول الى انتجر والفائدة الثانية ايضا تقرب، اذا كان الرقم نصف فما فوق يقرب الى العدد الصحيح التالي، واذا كان اقل من النصف يقرب الى العدد الصحيح السابق. فال M2 هوني of I ايش نقول مباشرة هي الكونفرت، راح نستخدم دالة الكونفرت to integer 32 المنو لل M1 of I. يعني المصفوفة المصفوفة الثانية هي المصفوفة الأولى مقربة بعثناها إلى منو، بعثناها على هذه دالة الكونفرت حتى تحولها إلى إيش، تحولها إلى integer وتقربها بنفس الوقت. زين أشو نعرف الشغل مالتنا صحيح لا لا؟ راح نجي نطبع المصفوفتين بعد ما ينتهي الشغل. تمام طبعت راح نجي نطبع الواحدة جنب الأخرى يعني على شكل two columns ونشوف الناتج هل كان شغلنا صحيح ولا لا. ايش راح نخلي هوني ال M1 of I ونطبع فراغ بقدر تاب 8 فراغات يعني زائدا هوني M2 of I.
فهاي الجملة ايش راح تعمل؟ تطبع المصفوفة العنصر من المصفوفة الأولى فراغ نفس العنصر من المصفوفة الثانية، وهكذا راح يتكرر بقدر الـ N. زين، راح نجي ننفذ البرنامج. راح نعطي أول شيء قيمة N اللي هي حجم المصفوفة، للسهولة راح نعطي 5 عناصر. راح أجي أنا أدخل العناصر التالية 1.1 2.2 3.3 4.4 و5.5. المفروض أنه هذول أول 4 أعداد يبقون، هذا يصير 1، هذا يصير 2، هذا يصير 3، هذا يظل 4، هذول كلهم يبقون. بس هذا الـ 5.5 المفروض يتقرب إلى أشقد؟ إلى 6. 6. نعم. فإذا نلاحظ بعد ما ننفذ هوني الـ 1.1 تقربت إلى 1، كذلك الـ 2.2 إلى 2، ثم 3، ثم 4، آخر شيء الـ 5.5 تقربت إلى 6. أستاذ، هو يعني عادة الرقم من 5 وفوق يتقرب على الرقم اللي بعده. نعم. بس الأقل من 5 ما تنجبر يعني. نعم بالضبط. يعني إنه أستاذ بس إنه بالمدرسة يعني درجات بالجبر من 5 فوق نجبرها، أقل من 5 ما تنجبر. صحيح. وهذا كان السؤال الثاني. نعم، منو كان عنده سؤال وقاطعناه؟ أستاذ يعني هسه. نعم. بس انه هي الكونفيرت هي اللي تقرب لنا وتشيل الكسر يعني هسه. نعم نعم، هاي معلومه جديده ما كان نعرفها. نعم شكرا. هلا بك. هسه هذا كان السؤال الثاني. هسه السؤالين اللي حليناهم كانوا عن المصفوفات الاحاديه. هسه تبقى نجي على سؤال من المصفوفه الثنائيه. سؤال يقول المطلوب، هذا السؤال المظلل حاليا، المطلوب قراءة مصفوفة ثنائية البعد مربعة من نوع انتجر أبعادها n في n، وطباعة عناصر المين دايجونال. عناصر المين دايجونال يعني القطر الرئيسي، وتعرفون أنت من القطر الرئيسي هي العناصر اللي يبدأون بالإندكس 0 0 وينتهون بالإندكس n-1 n-1. يعني إذا أخذناها على شكل زوايا يبدون بالزاوية العليا اليسرى وينتهون بالزاوية السفلى اليمنى. إذا نأخذ الشكل حتى شوية يكون أوضح، إذا قلنا بأنه هذه المصفوفة كانت مثلا أبعادها 5 عناصر في 5 عناصر مربعة، فعناصر القطر الرئيسي هم هذول اللي عليهم الخط الأسود، هذول العناصر اللي عليهم الخط الأسود. بتشوفوها طلاب؟ تمام استاذ، واضحه. فالعنصر الاول هذا الصف له 0 والعمود 0، فالاندكس له 0 0. هذا العنصر 1 1 1 1. هذا العنصر 1 1 2 2. هذا العنصر 3 3. وهذا 3 3 4 4 4 4. بالضبط، اخر واحد 4 4. مع العلم ان المصفوفه ابعادها 5 في 5. ليش؟ لأنه القانون يقول من 0 0 إلى n-1 n-1. وإذا كانت الصفر الصفر هم يعني معتبر أنه عنصر. نعم. راح يكون 5 5 يعني من 0 إلى 4. نعم. فإذا نجي ندرس الإندكس لهذه المصفوفة، قلنا 0 0 وهوني 1 1 وهوني 2 2 هوني 3 3 هوني 4 4. إيش معناها؟ معناها رقم الصف ايش حيساوي؟ رقم العمود. رقم العمود بالضبط. فايش راح نجي نعمل؟ راح نستفاد من هذه الخاصية في حل هذا السؤال. خلينا نكتب السؤال هوني حتى يكون امامنا. ايضا اقرا الـ N من الكيبورد بنفس الطريقة السابقة، لكن راح نستفاد من الان هوني لتعريف مصفوفة ثنائية البعد. هوني أخلي فارزة داخل القوس المربع وأسميها مثلا
حتى تكون ثنائية، يعني نعم. تفصل فازة تفصل بين العنصرين، نعم، بين الصف والعمود. فنقول نيو انتجر أبعادها n فارزة n، يعني n صفوف و n أعمدة، مصفوفة مربعة نسميها نسميها ماتريكس، المصفوفة المربعة تسمى ماتريكس. زين، هسه نجي نقرأ المصفوفة. تذكرون احنا بالمصفوفة الأحادية كنا نحتاج إلى لوب واحد لقراءة العناصر، قراءة المصفوفة، لكن في المصفوفة الثنائية لوبين لازم. نعم، لوبين راح نحتاج لوبين لقراءة المصفوفة. ليش؟ لأن واحد للصفوف واحد للأعمدة. نقول integer i equal 0 i أقل من الـ من الـ n i increment n. هسه هون بيجينو end، نحتاج إلى لوب آخر، متغير آخر المنو للصفوف، أيضا يحدده إلى الـ n j increment. اختارينا متغير آخر سميناه j، هذا للأعمدة. حتى طريقة القراءة هون راح تكون صف بعد صف. فنجي هون ايش كان اسم المصفوفة؟ اسمه AR1. ايش نحدد؟ نحدد الصف فارز العمود يساوي نعم. ايضا راح نحتاج الكونفرت نفس الطريقة اللي قرينا بها المصفوفة الأحادية، وداخل الكونسول dot read line. نحن إلى هذا الحد بعد ما يخلصون هذول الـ two loops انقرت كل المصفوفة وخزنت بالـ AR1. زين، نحن هستة قلنا مطلوب السؤال أنه يطبع عناصر القطر الرئيسي فقط، وقلنا عناصر القطر الرئيسي المين diagonal يتساوى بها رقم الصف مع رقم العمود. فايش راح نجي نعمل؟ راح نحل السؤال هوني بطريقتين، يعني راح نكمل السؤال هوني بطريقتين. الطريقة الأولى أنه نقول إذا كان رقم الصف يساوي رقم العمود اطبع لي العنصر الحالي. يعني نقول إذا كان الـ i يساوي الـ j، لأنه الـ i هو رقم يساوي الصف. جاي. إذا كان الـ i يساوي الـ j معناها إذا كان الصف يساوي العمود اطبع لي العنصر الحالي. عشان يطبعه باستخدام الكونسول دوت رايت لاين. تمام؟ من هو الـ AR1 of i. تمام؟ i j سوري. ما صحيح؟ هذه الطريقة الأولى. خلينا نجي ننفذ البرنامج على مصفوفة صغيرة أبعادها 3 في 3، لأنه إذا 5 في 5 راح تكون 25 عنصر، فراح تطول العملية. فراح ندخل العناصر أول شيء 3، ونقول اللي هو حجم المصفوفة راح يكون 3 في 3. فراح أدخل العناصر التالية من الواحد إلى التسعة، 1 2 3، هذا راح يكون الصف الأول. الصف الثاني راح يكون 4 5 6، الصف الثالث راح يكون 7 8 9. يعني بالضبط راح يكون كأنه لوحة المفاتيح مال الموبايل مالتكم، كل واحد يشوف لوحة المفاتيح مال موبايله. إذا نحذف الصف الأخير اللي هو بين النجمة والصفر والمربع، أشكو عندنا الصف الأول 1 2 3، الصف الثاني 4 5 6، الصف الثالث 7 8 9. تمام؟ معي يا طلاب؟ معك. زين، بناء على هذا الأساس المين دايجونال مع لوحة مفاتيح الموبايل منو أي أرقام راح تكون؟ 1 2 3. لا، المين دايجونال يعني القطر الرئيسي. العفو، 1 و5 و9. 1 و5 و9. نعم بالضبط. فالمفروض انه يطبع لي هذول الارقام. هسه اذا نجي ننفذ طبع لي الواحد والخمسة والتسعة، اذا تلاحظون هون تنفيذ. تمام تمام تمام. هذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية راح نختصر البرنامج شوية. نحن قلنا بانه رقم الصف يساوي رقم العمود،
يعني إذا كان صفر الآخر هم صفر، إذا كان واحد الآخر أيضا واحد. فنحن ممكن أنه نحذف اللوب الداخلي هذا الجي ونستعيض عنه اثنينات بنعملهم آي في هذه الحالة. راح نختصر اللوب كامل ونحذف الإيف ستيتمنت، نقول اطبع لي العنصر AR1 of II يعني 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ما تمام؟ تمام تمام. بس إذا نجي ننفذ على نفس المثال السابق، قلنا ثلاث عناصر أو ثلاثة في ثلاثة، يعني راح ندخل العناصر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، المفروض يطبع لي الواحد والخمسة والتسعة اللي هي مع عناصر إيش؟ المين دايجونال أو القطر الرئيسي. ما تمام؟ تمام. زين. سهل هذا السؤال؟ إيه سهل. زين سعد، إذا مثلا نطبعهم كلهم وهاي المين دايجونال نخلي نجمات. شلون؟ ما فهمت سؤالك. يعني نطبع المصفوفة كلها بس إيه؟ القطر الرئيسي نخلي نجمات بدالهم. راح نطبع ايه ممكن تخلي if statement تقول اذا كان الاي يساوي جي اطبع ستار. تمام استاذ. زين اذا نريد نطبع المصفوفة، يعني هذا المصفوفة نطبعها يعني ما تكون على شكل لاين، يعني واحدة جولة، يعني نسويها نطبعها البرنامج على شكل مصفوفة. خوش خوش سؤال. يعني واحد اثنين يعني ثلاثة نطبعها على شكل نطبعها على شكل جدول قصدك. ايه تمام. ايه نفس لوبات القراءة هوني. ايه هو يعني بس الرايت لاين نغيرها. هذه الرايت لاين راح نحذفها، نعمل رايت طبعا اي جي ونطبع بيناتهم فراغات زائد هوني باك سلاش اسف باك سلاش تي حتى ايش يصير، حتى يطبع لي فراغ وبعد ما ينتهي من طباعة الصف الواحد خلينا ينزل سطر بهذه الصيغة. هسه راح ننفذ هذا المطلوب اللي اقترحه أحد الزملاء، فنقول هون ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، راح تنطبع المصفوفة على شكل صفوف وأعمدة على شكل جدول يعني. تمام تمام عاش تيدين. زين استاذ، اذا طلبنا القطر الرئيسي نغيره بالقطر الثانوي. هو هسه السؤال اللي بعده المطلوب انه القطر الثانوي، هسه راح نجي نحن نحل على هذا الاساس. صوت واضح يا طلاب؟ نعم واضح. واضح دكتور واضح عشديدة. نعم، فهسه نجي نفس السؤال السابق ايضا، مصفوفة ثنائية البعد مربعة انتجر n في n، لكن المطلوب المرة نطبع عناصر السكندري دايجونال. السكندري دايجونال اذا تلاحظون الشكل هي من هي العناصر اللي يبدون بالإندكس صفر n ناقص واحد وينتهون بالإندكس n ناقص واحد صفر. يعني إذا كانت المصفوفة أبعادها خمسة في خمسة فالعناصر الممتدة بين صفر أربعة إلى أربعة صفر، هذول اللي عليهم الخط الأسود هذا، يمثلون السكندري دايجونال أو القطر الثانوي. secondary diagonal أو القطر الثانوي هذولي. فخلينا نجي ندرس الإندكس لهذول العناصر. قلنا أول واحد إذا كان خلينا نأخذ كمثال مصفوفة أبعادها 5 في 5 مربعة، أول واحد رقم الصف صفر، رقم العمود
أربعة. صفر. صفر أربعة. صفر أربعة. زين. هذا الأخ رقم الصف واحد، رقم العمود ثلاثة. تمام؟ بعدين تمام. رقم الصف اثنين، رقم العمود اثنين. رقم العمود اثنين. بعدين هذا رقم الصف، رقم الصف ثلاثة، رقم العمود واحد. رقم العمود واحد. بعدين هذا رقم الصف أربعة، رقم العمود أربعة. صفر. هذا صفر. فايش يصير عندي؟ إذا لاحظ العلاقة هون بين الصف والعمود أنه عند ما يزيد الصف يتناقص العمود. يعني الصف يبدي بصفر ويزيد واحد اثنين ثلاثة أربعة، بينما العمود يبدي من أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر. ما تمام؟ فايش راح نحن يعني نعمل فقد لوب. اللوب هذا يزيد الصفوف وبداخله ونقص الأعمدة. بالضبط، راح نعمل متغير حتى ننقص الأعمدة. فالجزء الأول من برنامج يبقى كما هو، اللي هو تعريف الحجم الآن وقراءة المصفوفة. راح يبقى هون الجزء أستاذ الآي، نخليها الآي، نسويها آي ناقص ناقص فور انتجر آي يساوي واحد وآي أقل من الآن، الآي نسويها ناقص ناقص حتى يتنقص من. لا نحن هون ايش راح نعرض؟ لا شيء، لو ننقص الجي الآي راح بقيها، الآي راح نبقيها من الصفر إلى الآن، وراح نستخدم لوب واحد فقط. الآي راح نستخدمه للصفوف، لكن نحتاج يعني يبقى ثابت، بس الجي راح نعطيه ناقص ناقص حتى يتناقص، يعني يعتبر عمود. نعم، الجي ايش راح نعطيه قيمة؟ ان ناقص واحد، ناقص واحد. مش يحتاج التعريف لأنه يعني ما معرف. نعطينه الـ N ناقص واحد. ليش؟ لأنه أول واحد حسب الشكل اللي شفناه هذا تسلسله صفر N ناقص واحد. ما تمام؟ فالصفر راح يكون رقم الصف، ورقم الصف منه يمثله الـ I. الـ I بدت من الصفر، فإذا ما عنده مشكلة. خليها هنا على رايت لاين، نحذف الباك سلاش تي هوني. زين، ايش يحتاج هوني؟ يحتاج الجي نقصه، لانه ال 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 رقم العمود مقدار واحد، رقم نعم. العمود يتناقص والصفوف نعم. تزايد. نعم بالضبط، لانه الاي هو اوتوماتيكيا عايزداد من خلال الفور، الفور هي تزيده، لكن الجي منو ننقصه؟ لازم نحن ننقصه بيدنا. ما تمام؟ تمام دكتور هاشتي. طبعا هون الجي راح يعترض عليها، ما راح يقبله، فراح نغيره، نعمله كولوم، نسمينه كولوم، هون ايضا نسمينه كولوم. زين، راح نجي ننفذ، قلنا راح نعملها ثلاثة في ثلاثة، قبل ما ننفذ بس تلاحظون لوحة المفاتيح مع موبايلكم، إذا نحذف الصف الأخير المفروض القطر الثانوي هو منه؟ السكندري دايجونال هي منهم؟ ثلاثة وخمسة وسبعة. ثلاثة خمسة وسبعة مضبوط. زين، هسه راح نجي ندخل نفس العناصر اللي هي 1 2 3 و 4 و 5 6 و 7 8 9. المفروض يطبع لي 3 5 7، وفعلا طبع لي 3 5 7 مثل ما تلاحظون بالشكل او على الشاشه. ما تمام؟ تمام على جديد. زين استاذ، اذا احنا ما حاجه نعرف يعني متغير جديد، يعني إذا جينا بس انطينا فور ثاني، قلنا فور انتجر جي يساوي لنا أربعة، وجي أقل أو يساوي صفر، وجي ناقص ناقص، وطبع عندنا الآي لا ما يصير. ليش؟ لأنه بهالحالة اللوب مكان ما يتنفذ خمس مرات راح يتنفذ 25 مرة، وما راح يطبع لك العناصر هذولي فقط، راح يطبع لك كل المصفوفة.
شكرا. نبيك. زين، هسه نجي الى السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده راح ننتقل الى موضوع الميثودز او البرامج الفرعيه. المطلوب، خلينا ننسخ لكم السؤال حتى تستفادوا منه. زين، المطلوب كتابة برنامج فرعي لتحويل المسافة من الميل إلى الكيلومتر، مع العلم أنه الواحد ميل يساوي 1.609 كيلومتر. أول شيء قبل ما نبدأ نحل، ما هو البرنامج الفرعي أو ما هي الميثود؟ الميثود أو البرنامج الفرعي هو مجموعة من الإعازات لتنفيذ مهمة معينة، لكن هذه المجموعة من الإعازات لها اسم، توضع تحت اسم معين وممكن استدعائها بذلك الاسم. يعني احنا في الفصل الأول استخدمنا برنامج فرعي جاهز، كان يعني موجود في لغة سي شارب اصلا. مثل ايش؟ مثل البرنامج الفرعي او الدالة اللي استخدمتها في ايجاد الجذر التربيعي او السكوير روت، تذكروها كلكم صح؟ تمام استاذ. فدالة السكوير روت هي ايجاد الجذر التربيعي، هذه دالة جاهزة موجودة في لغة سي شارب. احيانا احنا كمبرمجين نحتاج انه نبني برنامج فرعي ما موجود اصلا في اللغة. يعني كل مبرمج ولو حاجته البرمجية، مثلا هذا المبرمج يحتاج انه يعمل برنامج فرعي مثلا لإيجاد مجموع او معدل 7 درجات، هذا يحتاج انه يوجد الانحراف المعياري لدرجات حرارة لمدينة معينة، هذا يحتاج انه يعمل برنامج فرعي لإيجاد اكبر قيمة من بين مجموعة من القيم أو أصغر قيمة أو إيجاد مجموع أو أي مشكلة برمجية من ممكن تحويلها إلى برنامج فرعي واستدعاء ذلك البرنامج الفرعي في أي مكان في داخل البرنامج، وممكن استدعائه أيضا في أكثر من مكان. فعندنا برنامج فرعي بسيط، المطلوب من عندنا كتابته أو ميثود. هذه الميثود وظيفته أنه تحول مسافة من ميل إلى كيلومتر، يعني نعطيها المسافة بالميل ترجعنا المسافة بالكيلومتر. تمام؟ تمام دكتور. تمام. وراح نجي نكتب هذا البرنامج خطوة خطوة. قلنا خطوات كتابة البرنامج الفرعي أو الميثود، طبعا يجب أن يكتب خارج المين. خارج المين يعني هون نكتبه قبل المين ممكن، أو ممكن كتابته بعد المين. أنا أفضل شخصيا أكتبه قبل المين. القانون كتابة أو الصيغة لكتابة البرنامج الفرعي أو الميثود، أول شيء قلنا نكتب الأكسس موديفاير. الأكسس موديفاير يعني هي قابلية الوصول إلى هذه الميثود من خارج الكلاس إذا كانت public أو لا. فنحن غالبا نستخدم public حتى ممكن أنه نوصلها من خارج الكلاس، وستاتيك حتى تكون مشتركة لكل الأوبجكتس اللي من نوع هذا الكلاس. وثم بعد ذلك نوعية القيمة المرجعة. نوعية القيمة المرجعة يعني كان تكون integer، لو double، لو string، لو character، لو boolean، لو أي نوع من الأنواع القيم الرئيسية أو المتغيرات. فنحن هوني عندنا الميل يساوي 1.609 كيلومتر، يعني إيش معناته؟ راح نضرب الميل، قيمة الميل ب 1.609، الناتج إيش راح يكون؟ راح يكون integer لو double. دبل. راح يكون دبل. نعرف القيمة المرجعة من نوع دبل. وهسه يجي بعده الاسم، اسم البرنامج الفرعي.
أغلقوا السبيكر إذا ممكن، بس اللي عنده سؤال يبقى يفتحه. راح أسميها الدالة مايل تو كيلومتر. إيش تستقبل؟ تستقبل قلنا المسافة بالإيش؟ بالميل. راح أسميها مايل. نلاحظ بأنه الـ input أو الإدخال إلى الدالة أو إلى البرنامج الفرعي يجب أن أحدد النوع قبله، يعني ما بس أكتب اسم المتغير، يجب أن أحدد قبله النوع إذا كان double ولا integer ولا character ولا float مثلا. ثم بعد ذلك طبعا begin و end، داخل الـ begin و end إيش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الإعازات اللي تنفذ المهمة المطلوبة. ف راح أعرف متغير من نوع دبل وليكن KM ايش يساوي؟ يساوي المايل قيمة المسافة بالميل نضربها في 1.609. زين، نحن إلى هذا الحد حسبنا، بس بعد ما رجعنا القيمة إلى البرنامج الرئيسي، إيش نرجعها؟ باستخدام الريتيرن. ريتيرن لمنه؟ للناتج، الناتج وينه؟ بالكي ام. ريتيرن للكي ام. بس البرنامج الفرعي كمل البناء مالته. يحتاج أنه بقى نجي نستدعينه من البرنامج الرئيسي. خلينا نجي هوني نقرأ. نعرف انه متغير من نوع دبل وليكن ام ال سمينه مثلا للمايل ونقرانه من الكيبورد دوت تو دبل كونسول دوت ريد لاين نقرانه من الكيبورد باستخدام الريد لاين قرينا المسافه بالميل راح نعرف متغير الاخ للكيلومتر منو كي ام مثلا بالكابيتال هوني يساوي لنا نستدعي الداله ايش نستدعي الداله اسم نستدعيها باسمها مايل تو كي ام ايش نعطيها الادخال نعطيها الادخال اللي هو المسافه بالمايل اللي هي المتغير ام ال تمام ثم فعل زمن قوطة بس ايش راح يصير بالضبط راح يصل هوني الى هذه الجمله راح يستدعي داله المايل تو كي ام يجي المتغير ML راح يجي يتعوض داخل هذه الدالة أو داخل هذه الميثود باسم مايل يجي يتعامل هوني معانه كأنه باسم مايل يضربه في هذا الرقم ويخلي الناتج بالKM يرجع لي الKM الKM من نوع دبل يرجع وين؟ يرجع على هذا الناتج يكون بالإيش؟ بالمتغير KM هذا اللي بالكابيتال وسبق بس نجي نطبع الناتج باستخدام الرايت لاين نكون هوني مثلا result يساوي زائد هوني الكي ام المسافة بالكيلومتر فإذا نجي هوني ننفذ هذا البرنامج وندخل مثلا 10 ميل المفروض يطلع 16.09 اللي هي المسافة بالكيلومتر زين إذا ندخل مثلا تعرفون أنتم تقريبا السرعة 60 بالميل تعادل تقريبا 100 كيلومتر فتطلع 96.5 ولهذا تلاحظون مثلا السيارات اللي سرعتها بالميل من يصير سرعتها على 60 تصير مقاربة لل 100 كيلومتر تمام؟ معي نعم استاذ نعم تمام استاذ هو ليش انا اعرف مرتين كي باراميتر؟ شلون؟ هسه شوف اول مرة نعم. عرفنا كي ام فوق دبل سمول نعم ورجعنا القيمة مالتها نعم ثاني واحدة الدبل كي ام واستدعينا الدالة خلينا المتغير ببطنها ليش نعم. يعني ما يعني ليش يعني كثرة المتغيرات
بالميثود يعني بدو يعني المفروض انه تسهل لي الوضع، هاي انا كثرت لي متغيرات اكثر. لا لا بس اسمح لي انا هوني هسه يعني عاد اشرح لكم الصيغه بابسط ما يمكن. احنا ممكن انه ايش نجي نعمل ريتيرن، وهذه نمسحها كلتها ريتيرن ونمسح الكي ام ونخلي الريتيرن هوني بين قوسين بهالشكل وبلا ما نعرف اي متغير. ممكن نقول ريتيرن مايل مضروبه في هذا الرقم، وهوني ايضا من الممكن اجي ايش اجي اعمل امسح هذه واستدعي الميل تو كيلومتر. وين تبغى تستدعيها؟ هوني بالرايت لاين مباشره. نعم زين. فهوني ابو قوس هسه إيه. اذا نجي نستدعيها بنفس الطريقه قلنا اذا 60 مفروض يطلع 96.5 ما تمام. فانت مخير من الممكن انه تزيد عدد المتغيرات، ممكن انت تقلل عدد المتغيرات. انا هوني بس للتوضيح قلت الطريقه الاولى اعطي كميه انه الناتج خلينه بمتغير، لانه قد يكون الناتج اللي يرجع لك من الدالة ما تطبعه مباشرة، تحتاج أنه تستخدمه في عمليات حسابية أخرى. نعم أستاذ صحيح. خلينا له متغير، ولكن ممكن نعم. أنه أنت تستدعي الدالة مباشرة داخل الرايت لاين مثل ما عملنا هسه هوني مثل ما تلاحظون وعطتني الناتج. نعم زين استاذ، استطيع انه انا اسوي حتى العمليه بالميثود بس اعمل الطباعه بالمين؟ هو طبعا احنا ستعملنا هوني العمليه هوني اللي هي الضرب او يعني التحويل، قصدي يعني حتى الطباعه هم اعملها بالميثود بس بحيث اكتب اسم الداله وهي تجي تطبع. ايه هو انت من غشيت من الامثله الموجوده بالمحاضره السابقه، احنا اكو امثله انه خلي الداله هي تطبع او خلي الداله تحسب ونحن نجازب الناتج مالتها. قد يكون الناتج نستخدمه بالطباعه، قد يكون الناتج نستخدمه في حساب او في بحث او في اي شيء. فانت حسب حاجتك البرمجيه، انت تريد تطبع بالداخل الداله اطبع، اذا ما تريد تطبع انت تريد بس تبحث او تحسب خليها بس تحسب. نعم شكرا استاذ. هلا بك. زين هسه هذا السؤال مفهوم حتى ننتقل على السؤال الاخير. سؤال مفهوم هذا حتى ننتقل على السؤال الاخير. نعم استاذ. زين هسه نجي على السؤال الاخير. السؤال الأخير يقول المطلوب كتابة ميثود بلغة سي شارب اسمه مثلا فريكونسي كار، هذه وظيفته أنه تحسب عدد تكرار حرف في كلمة. يعني إيش معناته؟ نعطيها كلمة، نعطيها سترينج، ونعطيها حرف. المطلوب أنه بس تحسب لي كم مرة يتكرر هذا الحرف في هذه الكلمة أو في هذه السترينج. كمثال أعطيناها الكلمة statistics وأعطيناها الحرف S، المطلوب تبحث عن الحرف S تحسب كم مرة تكرر في هذه الكلمة. فكم مرة تكرر؟ 3 مرات، المفروض تعطيني 3. راح نجي هوني معي يا طلاب؟ معك دكتور معك. زين فالمطلوب انه نكتب دالة او نكتب ميثود اسمه فريكونسي كاركتر، ايضا راح تكون من نوع بابليك وستاتيك، هذه ثابتة خلوها دائما. ايش ترجع؟ ترجع عدد تكرار ما تمام؟ التكرار ايش يكون؟ يكون انتجر لو كاركتر لو دبل لو اشنو؟ تكرار
يعني عدد ثلاث مرات يعني انتجر. انتجر انتجر نعم يكون من نوع انتجر. ايش اسم الداله؟ مثل ما هو اعطاني بالسؤال التزم بالاسم، اسمه فريكونسي كاركتر. ايش تستقبل؟ تستقبل سترينج وكاركتر، تستقبل متغير من نوع سترينج وليكن اس وليكن وورد مثلا، وتستقبل حرف وليكن سي اتش. هي راح تبحث عن المتغير سي اتش بالمتغير من وورد اللي هو من نوع سترينج. عرف لي متغير وليكن اس يعطينا قيمه صفر بالبدايه، هذا راح يمثل الناتج، يعني راح يمثل عدد التكرارات. فاكو ملاحظه مهمه جدا، وهي انه السترينج بطبيعته هي عباره عن مصفوفه احاديه البعد من نوع كاركتر. يعني نحن من نجي نتعامل مع السترينج نتعامل معها كانه هي مصفوفه one dimension من نوع كاركتر. زين، فاذا نتعامل معها سهل في هذه الحاله، راح نجي نقول for statement. الفكره انه نحن نجي نمشي على الحروف من البدايه الى النهايه، حروف السترينج، وكل مره نقارن الحرف الحالي مع الحرف المعطى اللي هو سي اتش. اذا كان اذا كانوا متساوين زيد لي العداد اس بمقدار واحد وخلص. بس بعد بالنهايه يحتاج اعمل ريتيرن للاس. فنجي هوني انتجر اي ايكوال 0، اعمل عداد اي اقل من ايش؟ طول السترينج ايش انا احصله؟ باستخدام الوورد دوت لينث واي انكريمنت طبعا. شنو حصل طول السترينج حتى اعرف متى يتوقف؟ الوورد دوت لينث، اسم السترينج دوت لينث. زين، فقلنا نجي نفحص باستخدام الايف ستيتمنت اذا كان الوورد الحرف الحالي اللي تسلسله اي اذا كان يساوي الحرف المعطى اللي هو سي اتش زيد لي العداد الاس بمقدار واحد اس انكريمنت. خلاص، بعد ما يخلص اللوب عدد التكرارات موجود بالاس، فبس يحتاج انه اجي ارجع الاس للبرنامج الرئيسي. هسه كان احنا الى هذا الحد كتبنا البرنامج الفرعي، لكن العفو دكتور الصورة عندي واقفة ما تحرك. شلون؟ الصورة واقفة عندي على السؤال اللي قبل حتى ما تغيرت. هسه واقفة الصورة. احتمال الانترنت ضعيف يا مستر. لا انا الانترنت مليح عندي يعني. لا يمك عتتحرك يعني انا يمي عتتحرك. يمه هو الطالب. زين، فهسه ايش راح نجي نعمل؟ نحتاج انه نستدعي هذه الداله من البرنامج الرئيسي. بس قبل ما نستدعيها نحتاج انه نقرا سترينج من الكيبورد ونقرا حرف ايضا من الكيبورد حتى نستدعي هذه الداله تبحث لي عن هذا الحرف في داخل هذه السترينج. فنعرف ان سترينج ولتكن اس تي ونقراها مباشره من الكيبورد كونسول دوت ريد لاين. زين، هون ليش ما عملنا له كونفرت؟ استاذ لانه هو يعني تريد كلمه سترينج بس سي شارب هي من حالها. نعم، لانه هي اصلا تجي من نوع سترينج فماكو داعي نحولها. زين، نعرف انه متغير من نوع كاركتر حتى نقرانه ونبحث عنه وليكن سي، ما راح نسمينه سي اج، راح نسمينه مثلا ليتر. زين، وراح نجي نقرانه من ايضا كونفرت، هذا راح يحتاج تو كاركتر في هذه الحاله، والكونسول دوت ريد لاين. قرينا الليتر اللي هو الحرف وقرينا السترينج اللي هي الاس تي. يحتاج انه اجي استدعي الداله هذه، يا يعني اما استدعيها بالرايت لاين مباشره، واكون هوني
console dot write line all the frequency يساوي أستدعي الدالة مباشرة هوني إيش اسمه كان اسمه frequency character هوني أجي أكتب وأعطيها الإدخالات اللي هو منه اللي هو ال st أول شيء لازم أحافظ على التسلسل والليتر أول شيء string وبعدين الحرف فخلينا نجي ننفذ على أول شيء ندخل string ولتكن مثلا كلمة programming ونبينه مثلا الحرف G خليه يبحث لي عن الحرف G كم مرة مكرر 2 إذا أجي أنفذه مرة أخرى على غير حرف programming ونبينه مثلا الحرف A الفريكونسي قد 1 ليش؟ لأنه الأي مرة واحدة موجود في كلمة programming تمام؟ واضح تمام. واضح البرنامج واضح السؤال تمام دكتور يعني الليتر والاستي اخذوا مكان الوورد والسي اتش بالضبط هون ايش صارت عمليه تعويض الاستي تعوض باسم وورد والليتر تعوض باسم سي اتش وهون يعني راح يجي نعم نعم تمام فراح يجي هون يتعامل داخل الميثود مع ال st والليتر باسم word و ch ويحسب كم مرة تكرر باستخدام اللوب والif statement ويرجع الناتج زين برأيكم انتم يحتاج انه هوني نعطي قيمة ابتدائية لل s صفر طب لازم يكون صفر يصفر المعادلة البداية زين ليش؟ ليش؟ سبب استاذ يعني اذا ما نعطيها قيمة راح يصير للمجهول لازم تصفر حتى لانه عندنا لوب لانه هذا راح يعد عدد تكرارات قد يكون الحرف ما موجود ولا مرة في الكلمة ايش قد المفروض يطلع؟ المفروض يطلع صفر ما تمام؟ فإذا يجب أن أعطينه قيمة ابتدائية صفر للمتغير هذا تمام؟ لازم تكون خارج اللوب ما داخل اللوب نعم يعني تكون داخل اللوب كل مرة راح تكون صفر نعم هي أصلا خارج اللوب أكو سؤال إلى هذا الحد يا طلاب؟ أكو استفسار؟ أكو سؤال يا طلاب؟ لا دكتور إن شاء الله ماكو بس شو بدي راح أبعث لكم استمارة الحضور يعني بغير طريقة راح أبعث لكم هسه استمارة الحضور حتى تسجلون الحضور على الشات المفروض وصلتكم على الشات